ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. بشكركم على الدعم في الفيديو السابق، ولو اول مرة بتظهر لك قناتي وعجبتك القصة اشترك في القناة وانضم لعائلتنا الصغيرة اللي مش هتكبر غير بيكم بإذن الله. يلا بينا نكمل الحلقة التانية من بنت الشيطان، ونشوف نور هتعمل ايه بغبائها اللي مجنن في سوهاج، وتحديدا منزل عائلة المنصوري عثمان. يعني عجبك يا مرات عمي اللي بتعمله نور ده؟ سميرة والدة نور عملت ايه؟ نور عادي يا عثمان، ما هي متلجحة في مصر اهي. ما هي دي المشكلة يا مرات عمي، كيف بنسيب بنت عيلة المنصوري لحالها في مصر؟ واه هي مش لحالها يا ولدي، هي قاعدة مع عيال اختي هناك. يا خالتي وانت ازاي تسيبيها مع شاب في مكان واحد كده؟ سميرة بيأس منه لانها عارفة انه مجنون بنور وبيحبها من زمان. ده ابن خالتها واخوها بالرضاعة يا عثمان. يا مرات عمي ليه ما تجيبهاش هنا تكون قدامنا وانا اتجوزها؟ انت خابر عادي يا عثمان، انها ما بتحبكش ومعتبراك زي اخوها وبس. انساها يا ولدي وشوف حالك انت، وربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك يا ولدي، وهي ربنا يرزقها بنصيبها. عثمان وهو بيبص قصاده وبيقول في نفسه ما هتكونيش غير ليا يا بنت عمي والايام بيننا. رجعت نور للبيت وما لقتش حد فيه لانها رجعت متاخر. غيرت هدومها وجهزت الاكل وقعدت قصاد التلفزيون، لقت كرتون سبونج بوب المفضل ليها بيشتغل، وبدات تغني مع الاغنيه زي الاطفال بالظبط. وفي الوقت ده دخلت عليها سمر وقالت لها بصراخ خاينه واطيه يا بسنت، غداره قذره يا بسنت. بصت لها نور في ايه يا عم فوزي كده يا فواز، تسمع سبونج بوب من غيري؟ ما هي الحلقه بدات وانت اتأخرتي، هعمل ايه طيب؟ طب اسكتي خلينا نسمع. دخل عمر ولقاهم كالعادة قصاد التلفزيون، سابهم وقعد على السفرة وبدأ بالأكل، وكل ده وهما مش حاسين بدخوله أصلا. انتهت الحلقة والتفتوا البنات للسفرة، لقيوا عمر قرب يخلص الأكل. نور بضيق بطاطس يا طفس، أحسن عشان تبقوا تسمعوا الكرتون ده تاني. مجرم، خلصت بطاطس يا مجرم. بصت له سمر سأشرحنك يا عمر، أقسم بالله خلصت البيض يا معفن. وعمر ببرود في إيه يا حاجة رايا وسكينة، أنتوا كل ده عشان شوية بطاطس وبيض شايط؟ ما تهدوا كده شوية. جت تقرب منه سمر بشر وطلع جري هو على أوضته، جريت وراه سمر وهي بتغني الدور 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 الدور، هتموت يلي عليك الدور. ومن وراهم نور بتضحك عليهم ودخلت المطبخ عشان تقلي بطاطس من تاني. في بيت الشيطان دخل سراج وهو بيدور عنه لكن ما لقوهوش في الاسفل، وعشان كده طلع له فوق للاوضه ولقاها ضلمه. اتجه للفراش وهزه وهو بيقول شيطان يا شيطان. في لحظه كان سراج متسطح على الارض والشيطان فوقه ومصوب السلاح على راسه. سراج برعب ده انا الله يخرب بيت معرفتك يا اخي، قوم عني. قام شيطان ببرود من عليه قلت لك كم مره متحاولش تصحيني كده، امال اصحيك ازاي باللاسلكي يعني؟ بصله شيطان ببرود شديد نادي من بعيد مش بتعرف تفكر؟ خلاص يا اخي مش هقرب منك تاني وانت نايم. شيطان وهو بيلبس قميصه في ايه يا سراج خلصني. الحاجة سماسم مالها؟ بتقول ان في ناس اتهجمت على ابنها وخطفوه، والست حاولت توصلك بس طبعا معرفتش. اللي خطفوه من نفس الحارة بتاعتها؟ ايوه من نفس الحارة. الشيطان وهو بيفكر في حاجة، حارة الفتوة تمام. في المساء في منزل نور كانت نور بتفكر ازاي هتدخل الحارة وازاي هتوصل للعصابة، وفجأة خطرت لها فكرة. وفي الصالة كانت سمر قاعدة على السفرة وبتصحح الكراسات للتلاميذ، وعمر قاعد قصاد التلفزيون. سمر ايه القرف ده، ده مش انجليزي، ده خرع على دماغهم. اهيانا يا شبابك اللي ضعف في التربية والتعليم يا سمر، وايه ده كمان احيه، ايه الكلام ده؟ العيال بتكتب لي فرانكو ومفكرينه انجليش. معلش يا حبيبتي، حد قالك تدخلي تربية؟ اشربي بقى. يوم اسود، ما هو كان يوم اسود يوم عفريت. هو ايه اللي يوم عفريت ده؟ صرخت سمر وهي بتجري على اخوها. الشقة ملبوسة بعفريت نتنا يا عمر. عمر سلام قولا من رب رحيم، انصرف انصرف يا حفيظ، يعني عفريتة ونتنا كمان؟ يا ساتر يا رب. نور وهي بتبص لهم بغضب عفريت لما يلبسك منك ليها، ده انا قمر. عمر بذمتك ودينك يا شيخه انت مقتنعه انك قمر؟ وبعدين ايه اللي مهببه في نفسك ده؟
طالعة بكرة مهمة في حارة ولازم أروح متنكرة. تقومي تتنكري بعفريت. نور وهي بتبص لشكلها وكانت لابسة عباية فيها ألوان كتيرة وفقعة وكمان مترقعة وفي جيبها حزمة جرجير ولابسة باروكة شعر منفوشة ووضع عليه حجاب والحجاب مرفوع بسبب الشعر ودهنة وشها بلون غامق ووضعت حسنة كبيرة في وشها وطقم أسنان وقالت باستغراب وماله التنكر يعني ما هو حلو هو. حلو ايه يا شيخة اتقل لا بعدين سؤال بايخ يعني استحمليني المفروض انك دلوقتي متنكرة في ايه اصل بصراحة مش شايفة تنكرك غير في الكتعة. نور بدي اصلي غبية يعني مش شايفة الجرجير ده. بصت لها سمر بغباء ايه ده هو المفروض ليه دلالة يعني مش من الديكور. اتجهلتها نور وبصت لعمر قولي انت يا عمر وسيبك من ام مخ تخين دي حزمة الجرجير دي مش بتوحيلك بحاجة. بص لها عمر وكأنه بيفكر اوعي تقولي عشان الاكسجين. اكسجين اكسجين مين يهبل انت الله مش خضرة والخضرة بتدينا اكسجين. بصت لهم نور بغاز غلط كلكم غلط دي عشان توحي اني بيعت جرجير لاني هدخل الحارة على اني بيعت جرجير. لا فكرة برضو. يا شيخة انت منظرك ولا الدجالين ناقص لك سبحة ومبخرة وتلف بيهم وتقولي الله حي. نور وهي بتدخل اوضتها الترياق الترياقي ده اللي فالحين فيه انت وهو ومش بتقدروا الناس العظيمة امثالي. دخلت وقفلت الباب بعنف. سمر بتعجب الناس العظيمة امثالي البت اتهبلت اما اروح اشوف بقية الكراسات. ورجع عمر لمتابعة التلفزيون. في الصباح في حارة تنتشر فيها البلطجة والفقر كانت عصابة الفتوة اللي سميت الحارة على اسمهم متجمعين وهم بيضحكوا. بس واحد فيهم للتاني بانزعاج بسبب بكاء طفل من المخطوفين ما تقومي عم حمو تشوف الواد ابن الزنانة ده. نفس حمو كلام حمص وقام بالصراخ في وش الطفل. في الوقت ده كانت نور ماشية في الحارة وهي متنكرة في زي بياعة الجرجير. دخلت الحارة وهي بتحاول توصل لأي شيء يساعدها في مهمتها وفي نفس الوقت كان شيطان ماشي في الحارة بكل برود لكن بالطبع متنكر مش بشكله الطبيعي. أثناء ما نور ماشية في الطريق لاحظت شخصين في زاوية بيتبادلوا شيء. دققت النظر فيهم وعرفت إنها مخدرات. ابتسمت نور لأنها وصلت لمرادها وتفرق الشخصين ومشت نور ورا الشاب اللي أدى التاني مخدرات لأنه أكيد هو اللي من العصابة لحد ما وصلت لمكان زي مكب النفايات وجنبه مخزن كبير. دخل الشاب المخزن واختبأت نور ورا الباب من الخلف وهي بتسمع كلامهم عن الطفل. نور لنفسها وكمان خاطف أطفال مش سرقة ومخدرات بس. في الداخل كان في شخص ماشي لكن لمح ظل عند الباب قرب بحذر من الباب وفتحه فجأة فوقعت نور. نور بصراخ آه ظهري يا غبي. بص لها الراجل بشر انت مين وايه اللي جابك هنا. بصت له نور لأنه خلاص هينكشف أمرها. نور وهي بتقلد صوت امرأة شعبية جرى ايه يا أخويا جاية أبيع جرجير جاية تبيع جرجير هنا انت هتستعبطي يا روح أمك. نور بصوت غليظ إلا الأم يا باشا آه معلش دي نبع الحنان وكمان بتهزري طب تعالي بقى. وأخدها ودخل بيها للرجالة اللي كانوا قاعدين وبيشربوا خمرة وسجاير ورمها على الأرض. نور في سرها كسرتين الله يخرب بيتك يا أخي. الراجل الست دي لقيتها واقفة برة بتتصنت علينا يا معلمي. بص لها الراجل بقرف من هيئتها وقال ارميها في المخزن لحد ما نشوف حكايتها. نور لا بقول لكم ايه انا سمعت فيلم الكرنك 100 مرة وعارفة كل حاجة فاللي هيقرب مني هشرحه. الراجل الكبير تشرحي مين يا مرة يا معفنة انتي انتي مش شايفة نفسك ولا ايه. نور نعم نعم مال شكلي يا اخويا ده انا مزة وكله يتمنى قربي هي بس النفس. قومي معايا وبطلي رغي يخرب بيتك بشكلك ده. نور وهي بتشد ايدها منه بس ما تزقش الله انجزي يا بت ومن غير صوت. دخلها اوضة صغيرة ورماها ومشي ما براحة شوية يا جدع. واتكلمت بنبرتها الطبيعية يا سوادك يا نور عندها حق سمر لما قالت اني مش بعرف اتصرف اديني اتقفشتها ولولا تنكري كان زمانهم اغتصبوني. ورجعت ابتسمت بفخر انا ذكية لاني اتنكرت كده تيجي سمر تشوفني. ثم تراجعت لا تيجي تشوف ايه هتشوف خبتي ولا ايه
ثم بنبرة تمثل فيها البكاء: يا صغننة على البهدلة يا نور. كله بسببك يا سيد. في الخارج كانوا الرجالة قاعدين وبيتكلموا عن الصفقة الجديدة. فجأة شافوا ظل جاي قصادهم، رفعوا نظرهم ووجدوه راجل بلحية كبيرة وله عيون سودة، وتحت نظرتهم المتعجبة من جرأته ازاي يجي لعصابة الفتوة برجله، هذا الرجل لم يكن سوى الشيطان متنكرا قعد قصاد كبيرهم ووضع رجل على التانية. الكبير بغضب: انت مين يعني وازاي تدخل علينا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ بص لهم بنظرته المرعبة: لا عارف، المرحومين والمغفور اليهم عصابة الفتوة. بصوله بصدمة وهم بيتسألوا مين ده وازاي اتجرأ يكلم زعيمهم بالطريقة دي. واتكلم احد الرجال وقال: انت حفرت قبرك بايدك. بص لهم ببروده اللي يقتل اي حد قصاده: تصحيح، انتوا اللي حفرتوا قبركم. خلصت حلقة النهاردة، يا رب تعجبكم، ولسه الجديد شديد تابعونا على قناة حكايات ماما نونة، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للقصة تشجيعا لنا، ومع السلامة.